السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أنا دكتور شاهناز عبد الرحمن، مدرب معتمد من شركة جوجل وقائد فريق معلمي جوجل السودان. سأحاول اليوم أن أجيب عن التساؤل كيف أقدم لطلابي تغذية راجعة مفيدة عبر فصول جوجل الدراسية. هذا الموضوع هو أحد الموضوعات التي تمثل كل من الاتصال التعليمي والتقويم في فصول جوجل الدراسية. انضموا إلي في رحلتي عبر تقديم التغذية الراجعة عبر فصول جوجل الدراسية، وسنحاول الإجابة عن تساؤل هذا الفيديو عن التغذية الراجعة عبر الوظائف المضمنة في 3 وظائف أساسية: تخصيص الملاحظات في استخدام التعليقات الخاصة، تخزين الملاحظات التي يمكن إعادة استخدامها في بنوك الملاحظات، واستخدام وضع اقتراح التعديلات في محرر مستندات جوجل لتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي. إذن دعونا نبدأ بإضفاء الطابع الشخصي على الملاحظات مع التعليقات الخاصة. بشكل عام يريد كل طالب ملاحظات شخصية تخص العمل الذي قام بتسليمه، يعمل على تجويد أداء وتحسينه. في هذا المثال سأوضح لكم كيف القيام بذلك. تم إعداد واجب لهذه الفئة لبدء تعليق خاص بكل طالب. يمكن ببساطة أضغط على عنوان المهمة، عرض المهمة الدراسية، ثم نضغط على اسم الطالب. هكذا يظهر حقل تحت اسم الطالب، نستطيع فيه أن نضع التعليق الخاص بالطالب ثم نعمل على إرساله، ويستطيع هنا الطالب رؤية التعليق الخاص ثم قراءته والرد عليه. ثانياً، لحفظ الملاحظات التي يمكن إعادة استخدامها في بنوك الملاحظات، يجب أن نكون قد حفظنا هذه الملاحظة مسبقاً. ولإضافة ملاحظات نقوم بالضغط على العمل المحدد ثم سجل الملاحظات، الإضافة إلى سجل التعليقات، وما علينا إلا أن نضيف الملاحظة الجديدة ونضغط على إضافة. وهكذا يتم إضافة الملاحظة إلى بنك الملاحظات. وهنا كما ترون يمكن أن نرى كيف يصبح من السهل على المعلم أن ينقر على الملاحظة المحددة ويستخدمها ويعيد استخدامها بشكل آخر. استخدام وضع اقتراح التعديلات في محرر مستندات جوجل لتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي. يمكن هذا الوضع المعلم من القدرة على تقديم تغذية راجعة فورية أثناء وبعد تقديم الواجب. يتم تنشيط هذا الوضع بشكل افتراضي، وهذا هو كما ترون من هنا، وهذا شكله بهذه الطريقة. وضع اقتراح التعديلات، نقوم بإنشاء الواجب من الواجب الدراسي من صفحة المقرر. نقوم بإنشاء واجب دراسي تكليف محدد، ثم نضغط على إنشاء مستند، ويقوم هنا بفتح المستند في نافذة جديدة. نعود إلى صفحة الواجب الدراسي ثم نقوم بالتعديل هنا إلى عمل نسخة لكل طالب. يمكن هنا مشاهدة وضع العرض إنشاء نسخة لكل طالب. يستطيع الطالب التعديل على نسخته المحددة. في هذه الجلسة أظهرنا مدى إمكانية تقديم التغذية الراجعة المفيدة من خلال فصول جوجل الدراسية عبر تخصيص الملاحظات باستخدام التعليقات الخاصة، تخزين الملاحظات التي يمكن إعادة استخدامها في بنوك الملاحظات، استخدام وضع اقتراح التعديلات في محرر مستندات جوجل لتقديم ملاحظات في الوقت الفعلي. التغذية الراجعة الإيجابية لها أهمية كبيرة في تعديل سلوك الطلاب، توجيههم، إكسابهم معلومات تحقق الهدف المطلوب. حتى ألتقيكم مرة أخرى، أرجو لكم السلامة، أدعو باستخدام جوجل كلاس روم. شكرا لمشاهدتكم وإلى اللقاء.